الصحة والجمال لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لعباده مواسم الفرح والسرور، والصلاة والسلام على خير نبي وأفضل رسول وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الشاحن، نشحن القلب بنور القرآن. هيا بنا أحبتي نعيش مع قراءة جزء من القرآن الكريم. موعدنا اليوم مع الجزء 25. أحبتي نفتح مع بعض المصاحف ونبدأ نستقبل اتصالاتكم ونسعد بقراءتكم على الهواء مباشرة إن شاء الله. جماعة، معنا في هذا اليوم الطيب المبارك وفي صباح هذا اليوم المبارك بعض الفقرات الطيبة. بعد ما ننتهي إن شاء الله من فقرة القرآن الكريم لنا لقاء مع أحد علماء الأزهر الشريف، نتكلم في عبادات وما يدور في هذه الأيام من أنواع العبادات. بعد فقرة لقاء مع عالم من علماء الأزهر هنلتقي مع حوار مع الشباب بمشيئة الله تبارك وتعالى، فنسعد بمتابعتكم في هذه الفقرات الطيبة المباركة. نبدأ نستقبل مع بعض أول اتصال. أستاذ هيثم معنا اتصال. السلام عليكم. طيب يا جماعة، احنا ان شاء الله نستقبل اتصالاتكم بعد هذه التقدمة، فنقول ان ونحن في ختام هذا الشهر الطيب المبارك لابد ان نجتهد. لم يتبقى من رمضان الا 4 ايام، ففي هذه الايام لابد من الاجتهاد، لابد من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر واجتهد في الطاعة وأحيا أهله وأحيا الليل كله. ففي هذه الأيام يسن لنا أن نجتهد في الطاعة حتى نفوز جميعا بحول الله وقوته وبمشيئته بالفوز بليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. أحبتي كذلك يسن لنا في هذه الأيام قراءة القرآن وذكر الرحمن وإفطار الصائمين وإلى غيره من أنواع العبادات التي تشرع في رمضان. فناخد معنا أول اتصال معنا حاجة سميرة. السلام عليكم حاجة سميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا حاجة سميرة. يا رب يجعلك من سعداء الدنيا ومن سعداء الآخرة. غيبة عننا بقالنا أسبوعين يا حاجة سميرة. الجنة الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم آمين، جزاك الله خير. حضرتك والمشاهدين والمشاهدات والعاملين بالقناة وأصحاب القناة. الله يرضى عنك ويبارك في عمرك يا رب. يا رب العالمين. نسعد بقراءتك معنا، اتفضلي يا حاجة سميرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذن ما. انت قلتي الاول صح يا حاجه سميره. طيب اين شركائي؟ ويوم يناديهم اين شركائي قالوا. لا، هي الهمزه مكسوره. اين شركائي؟ الهمزه مكسوره وبعديها ياء. ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا
أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. للحسنى للحسنى. فإن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. مش عاوزين بس عريض. لا حاجة سميرة سامعاني عند الله ثم كفرتم به حاجة سميرة من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. بارك الله فيك يا حاجة سميرة جزاكم الله خير. جماعة عايزين الأخت الكريمة أو الأخ الفاضل اللي بيقرأ ينتبه معنا للتليفون وهو بيسمع لأن في الحاجة سميرة آيات ذو دعاء عريض قلقلة الضاد وهذا لا يليق. عريض بنمسك الضاد لا تقلقل. كذلك أنه على كل شيء شهيد في هنا إخفاء حقيقي بغنى حاجة سميرة. انتبه معنا واللي بيتصل يا جماعة بينا ينتبه للتليفون. معنا أم محمد. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أم محمد. أهلا وسهلا. الله يرضى عنك يا محمد. كل عام وفضيلتك بخير. وانت بخير وكل الأمة الإسلامية بخير. رقابنا من النار ورقاب آبائنا. اللهم آمين. اللهم آمين وإياك. كلهم والمستمعين والعاملين وكل من له علاقة بهذا البرنامج وجميع المسلمين. الله يرضى عنك رب يا العالمين. محمد. تفضلي يا أم محمد. سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حميم. عين في قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء. إخفاء حقيقي يا حاجة. نعم محمد. إخفاء حقيقي. مستمع حضرتك.
من دون إخفاء حقيقي بغنة. اتفضلي. من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نعم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. برضو من شيء، النون مع الشين إخفاء حقيقي. فحكمه إلى الله. لا، من شيء، من شيء. من شيء فحكمه إلى الله. من شيء فحكمه. من شيء فحكمه. هكذا؟ هكذا أحسنتي. من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أحسنت يا أم محمد، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. معنا أم سامح. السلام عليكم يا أم سامح. أم سامح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الفاضل، يا مرحبا يا أم سامح. الله يرضى عنك يا مسلم. الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بخير يا رب. اللهم آمين وإياك. ربنا ما يحرمنا من حضرتك أبدا يا رب العالمين. الله يبارك في عمرك، جزاك الله خيرا يا مسلم. شيخ القناة يا رب العالمين. بارك الله فيك، تفضلي نسعد بقراءتك معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وما وصينا به، في ألف مادية بمقدار حركتين. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فذلك فادعوا واستقم كما فادعوا واستقم كما أمرت. نقلقل بس الدال. حاضر. فلذلك فادع. حاضر. هكذا. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. أحسنت يا مسامح، بارك الله فيك. بس حضرتك هتنتبهي، فلذلك فادعوا واستقم، العين عليها ضمة وليس بعدها واو. وبارك الله فيك على اتصالك وعلى القراءة الطيبة. معنا الحاجة راوية. السلام عليكم حاجة راوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير وكل الأمة الإسلامية بخير. آمين يا رب العالمين. نسعد بقراءتك، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. أحسنت يا حاج ريا، بارك الله فيك، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك يا رب. أستاذ أحمد مين معنا؟ أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم يا ام وليد. اتفضلي يا ام وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا مرحبا يا ام وليد، اهلا وسهلا. بارك الله فيك ويا رب يجعلها كده سنه سعيده عليك وعلى اولادك. اللهم امين. جزاك الله خير كمان جميعا يا رب. بارك الله فيك يا ام وليد، يا مرحبا. ارحب بيك. جزاك الله كل خير. اتفضلي. اقرا بعد اذنك. نسعد بقراءتك يا مرحبا. ربنا يسعد عمرك كله يا رب. امين واياك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه من أجر. في من؟ قل لا أسألكم عليه أجر. أجرا. عليه أجرا. إلا في ألف يا موليد بعد. نعم. كلمة أجرا في ألف. أوه. منونة. لما بقف على التنوين بقف عليه بالألف المادية من ضمن حركتين. أيوة حاضر. أجرا. محاضر. كل أسألكم عليه أجرا. أحسنت. إلا حضرتك بتقول لي حاجة؟ إلا المودة في القربى. إلا المودة في القربى. نعم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا. هي افترى بالتاء مش بالطاء. أم يقولون افترى. نعم. أم يقولون افترى على الله كذبا. فإن يشاء الله يختم على قلبه. انت عارفه ليه بنركك لام اسم الجلاله؟ نعم. عشان سبقت بكسر. ايوه ما انا عارفه بس ما بنفذ الصح. لا ما شاء الله عليك، انت مستواكي تحسن جدا يا موليد. ربنا يخليك. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يرضى عنك. فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحلق. هي كلمة قلبك ولا قلبك؟ الباء مكسورة. قلبك. أيوة كده أحسنت. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته
إنه عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده بصى ولا بسى؟ بسى. ايوه كده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أحسنت والله يا مريد، ما شاء الله، ممتاز، ربنا يزيدك من فضله. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان. يا مرحبا بأم أحمد. بارك الله فيك يا شيخ سيد. وفيكم بارك، ربنا يرضى عنكم. أنتم بخير. وحيك بخير وكل الأمة بخير. والقناة والعاملين بها يا رب العالمين. أمين يا رب وإياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. المد المتصل يا أم أحمد. نعم. ده أنت أستاذة ما شاء الله. المد المتصل. المد أولئك. أربعة. أولئك لهم عذاب أليم. نعم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ربنا يبارك فيك. جزاك الله العظيم. جزاك الله خير يا أبو أحمد. ربنا يرضى عنك يا رب. معانا الحاجة خديجة. السلام عليكم حاجة خديجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل. الله يرضى عنك. وجعلك من أهل الفردوس الأعلى. آمين يا رب. يا رب وفتح عليك من أوسع الأبواب. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب ويرزقك من حيث لا تحتسب. اللهم آمين. أنت والأسرة الكريمة. جزاكم الله خير يا حاجة خديجة. وبارك في جميع العاملين في القناة وجميع المشاهدين. اللهم آمين. كل المشاهدين وكل السامعين. ربنا يرضى عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها في ألف تصبهم لا فرح بها بس حد خديجة قدمت فرح بها ما فيش ألف بعد الحاء نعم فرح بها أيوة كده فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. حاجة خديجة الهاء مفتوحة يهب مش يهب يهب ويهب أيوة كده ويهب لمن يشاء الذكور نعم ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ربنا يرضى عنك يا حاجة خديجة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
ربنا يجعل هذه القراءة في ميزان حسناتك. معانا الحاجة نبيلة. السلام عليكم يا حاجة نبيلة. حاجة نبيلة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ سيد، ويبلغنا العيد كده إن شاء الله ويكون خير على الأمة الإسلامية كلها. اللهم آمين، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. اتفضلي يا حاجة خديجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أم أفنضرب عنكم عايزين بس نمسك الضاد عشان الضاد ما تتخلقلش منك. أفنضرب حاضر. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. بارك الله فيك يا حاجة نبيلة، جزاكم الله خير على اتصالك وعلى هذه القراءة الطيبة. معانا الحاجة كريمة. السلام عليكم حاجة كريمة. السلام عليكم حاجة كريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، كل عام وأنتم بخير. وحيك بخير. يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين.
وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك حاجة كريمة، جزاكم الله خير، ربنا يرضى عنك ويجزيك على هذه القراءة الطيبة. معنا أختنا إيمان، السلام عليكم يا إيمان. السلام عليكم، ازيك يا شيخ سعيد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. كل سنة حضرتك طيب. وحيك بخير، يا مرحبا، اتفضلي يا إيمان. أبتدي من أول آية كام يا شيخ سعيد؟ إحنا في سورة الزخرف. ماشي، الآية 23. بل قالوا وكذلك ما أرسلنا من قبلك. ماشي حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نعم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مسرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لا، الراء مش مضمومة، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإني به كافرون
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما نقولش القرآن، القرآن. القرآن عظيم. على رجل. ماشي حاضر. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من رجل من القريتين عظيم. نعم. رجل من على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربه؟ نحن قسمناهما معيشتهم في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا، التاء مكسورة، التاء المربوطة مكسورة. في حياة الدنيا نحن قسمنا بينهم. قولي تاني. نحن قسمنا. ماشي حاضر. فنحن قسمنا. مفيش فاء، نحن على طول. نحن قسمنا بينهم معاشيتهم في الحياة. معايشهم في الحياة الدنيا ورفعنا. تاني يا إيمان، تاني الآية. نحن قسمنا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليبلوكم. نحن ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات ليتخذ. ليتخذ بعضهم ليتخذ بعضهم مضمومة. ليتخذ بعضهم بعض سخرية. ورحمة ربك خير مما جعلنا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن يكفروا بالرحمن لبيوتهم سقف من فضة ومعارج عليها يظهرون. بارك الله فيك يا إيمان، اسمعي القرآن كتير وقرأي كتير وحد يسمعك كتير، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك. معانا الحاجة فاطمة. السلام عليكم حاجة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. عليك السلام. أهلا بيك، حياك الملك. الله يرضى عنك ويبارك في عمرك. كل عام وحضرتك وأسرتك الطيبة طيبين. الله يرضى عنك، جزاك الله خير. ربنا طيب. بارك الله فيك يا حاجة فاطمة. أبدأ إن شاء الله. نسعد بقراءتك معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءوا
بيني وبينك بعد المشرقين. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. أحسنت يا حاجة فاطمة، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، ربنا يرضى عنك. معنا أختنا عزة، السلام عليكم أخت عزة. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حاجة عزة، اتفضلي نسعد بقراءتك معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أعوذ بالله، ممكن أقرأ؟ اتفضلي تاني اسعد بقراءتك، يا مرحبا. أنت على الهوا اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. مهين الذي هو مهين. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. لا، الميم مفتوحة. إيه؟ مهين مهين وليس مهين يا أخت عزة. أيوة. الذي هو مهين وليس مهين. ماشي اتفضلي. الذي هو مهين. لا، الميم مفتوحة. مهين. الميم مين؟ ما مش مو. طب أم أنا خير من هذه من هذا من هذا الذي هو مهين. لا، مش مهين. الذي هو مهين ولا يكاد. الذي هو مهين.
ولا يكاد ولا يبين. يكاد يبين. يا ريت بس نحضر شوية عشان نكسب وقت. فلولا فلولا ألقي عليه أسورة 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 من ذهب أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسقونا انتقمنا منهم انتقمنا منهم في ألف مادية فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين للآخرين لا الخاء مكسورة للآخرين أيوة كده اتفضلي ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا أآلهتنا وقالوا أآلهتنا خير أم هو يلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون بارك الله فيك يا أخت عزة جزاك الله خير وربنا يرضى عنك. أستاذ أحمد معنا مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا حاجة سناء، أهلا وسهلا. أهلا بيك، حي الله الطيبين وحياك الله شيخ سيد وجعلك اسما على مسمى. اللهم آمين. وحي الله الجنود المجهول، حي الله الجنود المجهولة خلف الكاميرات. اللهم آمين. وحي الله أصحاب القناة الكرام وجعلها سببا لإعلاء كلمته وجعلنا جميعا من الفائزين يا رب العالمين. ربنا يسعدك بهذه الدعوات الجميلة. الله يكرمك ويجعلك مختارا ومصطفى في كل مكان أينما ووقتما حللت يا رب. إن شاء الله. تفضلي يا حاجة سنة. آمين يا رب. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم مستا ولا مستا مستا أيوة هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. كلمة يا عبادي ما فيهاش ياء يا حاجة سناء. نعم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أحسنتي حاجة سناء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يرضى عنك. معانا الحاجة زينب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. الله يرحبك يا شيخ سيد، كل عام وانت بخير. وحيك بخير وكل الامه بخير، ربنا يرضى عنك. ربنا يقول لك ليله القدر يا رب واحنا كلنا يا رب. اللهم امين واياكي يا رب. اتفضلي يا حاجه زينب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن
هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أحسنتي حاجة زينب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يرضى عنك. معنا الحاجة فاطمة، السلام عليكم حاجة فاطمة. حاجة فاطمة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا حاجة فاطمة، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. آمين وإياك، ويعود عليكم الأيام بخير وأنتم في أحسن حال. الله يبارك في عمرك ويجازيك عنا خير يا رب. الله يرضى عنك يا حاجة فاطمة، اتفضلي. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم حا لا تمد أكثر من حركتين. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ طيب؟ يا مرحبا، ربنا يرضى عنك. الله يخليك، ربنا يبارك في حضرتك وجميع القائمين على القناة. الله يبارك يعني فيك يا حاجة عطيات. الله يخليك، اتفضلي إن شاء الله. نسعد بقراءتك يا مرحبا. الله يخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلا تعلوا على الله، إني أتيكم بسلطان مبين. هي الهمزة على السطر. سبق الألف فتمد بمقدار حركتين. إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. عاوزين بس نطلع لساننا مع الحروف اللثوية. الذال والظاء والثاء. تفضل. وإني أقرأ دي ولا قبل ولا في حاجة تاني؟ أيوة هي دي. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وربكم بربي وربكم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. هي الباء مكسورة حق عطيات، خلي بالك. وربكم. أيوة كده أحسنت. وربكم أن ترجمون. كويس. وإن لم تؤمنوا لي فاعتذلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسري بعبادي ليلا. فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون. وعيون وزرع ومقام كريم. وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. أيوة. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون
إن هي إلا موتتنا الأولى موتتنا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم أو قوم تبع أهم خير أم قوم تبع أهم مش سامعة إيه؟ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أحسنتي حاجة عطيات بارك الله فيك. معنا حاجة أمال. السلام عليكم حاجة أمال. حاجة أمال السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الله بحضرتك. أهلا وسهلا يا حاجة أمال. حضرتك بخير وحضرتك بخير ربنا يرضى عنك. حضرتك بقالك أسبوعين ما بتتصليش بينا يا حاجة أمال. الله يبارك لك يا رب. الله يرضى عنك تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. أحسنتي حاجة أمال. الله العظيم. ربنا يرضى عليك ويبارك في عمرك يا رب. معانا الحاجة عائشة. السلام عليكم حاجة عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا سيدنا. يا مرحبا يا حاجة عائشة. كل سنة وحضرتك بخير وعافية. ربنا يرضى عنك وأنت بخير وكل الأمة الإسلامية بخير. الله يبارك في حضرتك. تفضلي نسعد بقراءتك معانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل
منزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحسنتي يا حاجة عائشة، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وربنا يرضى عنك. معانا الحاجة أم إبراهيم. السلام عليكم أم إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك وجميع العاملين على القناة يا رب العالمين. اللهم أمين. معلش أنا أسفح أوطي التلفزيون. من فضلك لو سمحت. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا يا رب وعاملين على القناة يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا أم إبراهيم. وتدخلوا الجنة بالقرآن. تفضلي يا أم إبراهيم. كل الذين. نعم كل الذين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكتبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم وساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أحسنت يا أم إبراهيم، بارك الله فيك، ربنا يرضى عنك ويجعل هذه القراءة في ميزان حسناتك. معانا الحاجة أم إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله العظيم رب العرش اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا في يومنا هذا في ساعتنا هذه من عتقائك من النار اللهم ومن أمين. المقبولين وذريتنا وأهلينا وكل الموحدين من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم تفضلي يا حاجة أم إيمان. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصائره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. بارك الله فيك يا أم إيمان، جزاكم الله خيرا، ربنا يرضى عنك يا رب. معنا الحاجة إحسان.
السلام عليكم حاج احسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الفاضل. ختامه مسك بقى النهارده ان شاء الله. ها؟ ختامه مسك بحضرتك. ربنا يجعل ختامك مسك ودنيتك وحياتك كلها سعاده يا شيخ سيد يا رب. الله يبارك في عمرك يا حاج احسان. الكريمه وكل القائمين على القناه يا رب. يلا واذا قيل لهم. حاضر. من اول وبدا لهم سيئات ما عملوا. لا واذا قيل ان وعد الله حق. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بارك الله فيك يا حاج إحسان وجزاكم الله خيرا. بذلك أحبتي في كل مكان نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الجزء المبارك، وبذلك تنتهي الفقرة الأولى من هذا البرنامج المبارك. بعد الفاصل بمشيئة الله تبارك وتعالى نعود إلى حضراتكم. معنا ضيف كريم النهاردة عالم من علماء الأزهر، هنتناقش في بعض الأمور التي تهم الصائمين، فتابعونا بعد الفاصل وابقوا معنا أحبتي في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر كلما فرح صائم بأجره، الله أكبر كلما أدرك الصائم ليلة القدر، الله أكبر كلما آب مذنب وتاب، الله أكبر كلما عاد عبد وأناب، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك أرحب بكم جميعا، كما أرحب بضيفي معنا النهاردة فضيلة الشيخ محمد عيسى من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا شيخ محمد. حياك الله سيد، سعدنا وشرفنا بلقائك والله. وأسعد الله صباحك. الله يرضى عنك. رمضان كريم. الله أكرم. سعد بيقول الكلمة دي كتير قوي أهل مصر عموما، يعني يقابل حبيبه يقول له رمضان كريم. فإيه معنى رمضان كريم دي؟ أنا مش عارف. والله هو عموما أهل مصر أصحاب دعابة ولطف، يعني لفظ اعتادوا عليه أن يهنئون به بعضهم بعضا في دخول شهر رمضان أو في أي حوار يدور في خلال شهر رمضان. أحسنت سيدنا ما شاء الله، ربنا يحفظك. خص الله شهر رمضان عن غيره من الشهور بخصائص عديدة ومزايا كثيرة. مزايا كثيرة: خلوفة بالصائم، أطيب الأنظار من ريح المسك، لله عتقاء في كل ليلة من رمضان، تصفد فيه الشياطين، تفتح فيه أبواب الجنة. ولكن من أهم خصائص شهر رمضان، ودي خصيصة اختص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي ليلة القدر. عايزين نعيش كده يعني في دقائق معدودة نتعرف عن ليلة القدر وفضلها وأجرها. تفضل سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر هذه تعتبر منة من المنن الربانية التي أعطاها الله جل وعلا للأمة المحمدية. الله أكبر. واختصها بها دون غيرها. نعم. لعظيم ومكانة هذه الأمة. إذا كانت الأمم السابقة كانت تجتهد السنين الطوال، ولكن مع طول أعمارها ومع طول وقتها الذي أعطاه الله لها،
لو نظرت إلى أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه وسلم للاحظت أن هذه الأمة محاطة بالبركة السماوية في كل شيء. ما شاء الله، الله أكبر. البركة السماوية أولا البركة في الأعمار، البركة في الأرزاق، البركة في كل شيء أنزله الله عليهم. نعم. إذا كان الأعمار في الأمم السابقة كانت تتجاوز أحيانا الألف عام. نعم. أما في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث أن أعمار أمتي تندرج ما بين الستون إلى السبعون. نعم. ولا يتعدى ذلك إلا القليل. نعم. فسبحان الله، هذه الأعمار لو طبقناها أو قارناها مع غيرها من الأمم السابقة لوجدنا فارقا كبيرا، إذ كانوا هم يجتهدون في عبادات ويجتهدون في طاعات، فأين نحن من هذا؟ فكانت المنة الربانية من الله جل وعلا أن يمن علينا بصيام شهر رمضان. نعم. هذا الشهر الكامل، هذا الشهر الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأيام معدودة. نعم. بأيام معدودات، لماذا؟ لأنك مجرد ما أن تدخل في أول ليلة من ليالي شهر رمضان، خاصة الشخص المؤمن المتعلق قلبه بالله جل وعلا، والله ليستشعر قرب انتهاء هذا الشهر ورحيله إلى في أقرب لحظات من أول ليلة. أما الذي ينتظر شهر رمضان ويصومه صيام طقوس فحسب أو تبع ما اعتاد عليه من عادات آباء وأجداد ومجتمعات وغير ذلك، يشعر أول ليلة في ليالي شهر رمضان وكأنه في امتحان كبير، وكأنه يعرض إلى امتحان شاق، إلى امتحان لا يعلم متى سينتهي ولأي أمد ينتهي، ويطول به الوقت طويلا. لكن سبحان الله، المؤمن يستشعر قرب هذه الأيام، وشهر رمضان هو بمثابة الضيف، بمثابة الضيف الذي يدخل في بيوت كل المسلمين، حتى من لم يستعد له استعدادا روحانيا فهو يستعد له استعداد عادات واستعداد طقوس، وهذا ليس مرغوبا فيه، بل المسلم لابد أن يتعلق بقلبه بصيام هذا الشهر. وطالما أن الأيام كانت معدودة وتجري بسرعة، لننظر إلى لطف الله بنا في قرب هذه الأيام، أعطانا ليلة خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر. الله أكبر. هذه الليلة التي لو نظرنا إليها بالحسابات الزمنية لوجدناها أنها تتعدى أكثر من 80 عاما عبادة. عبادة. نعم. وسبحان الله، إذا وفق العبد المؤمن، ومعنى المؤمن الذي ناداه ربه تبارك وتعالى في آية القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، نادى في هذه الآية بالتحديد بلفظ الإيمان. نعم. هذا العبد المؤمن حينما يرضى الله عنه ويوفقه توفيقا سديدا وأكيدا لقيام ليلة القدر، ويهيئه في هذه الليلة لاستقبالها، يكون أيضا من السعداء الذين كتب الله لهم القبول في كل شيء والبركة في كل شيء، وكتب لهم إجابة الدعوة والوقوف على بابه، وأذن لهم بأن تجري كلمات الخير على ألسنتهم دائما وأبدا وفي كل وقت وفي كل حين. فكانت ليلة القدر بهذه المنة على أمة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بمثابة الجائزة العظمى والجائزة الكبرى، وإلا لما أعقب آيات القرآن في الصيام مباشرة بعدما بيّن بعض الرخص الشرعية للصائم، لما أعقبها بهذه المنة الخفية التي لا يستشعر قيمتها إلا أولو الألباب، إلا من تعلقت قلوبهم بالله جل وعلا. نعم. هذه المنة وهي إجابة الدعوة. الله أكبر. حينما ترى أياما معدودات، تجد في نهاية الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. تجد الآية التي تعقبها مباشرة: وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب. ولو نظرنا إلى لفظ عبادي تجد أنهم هم المخاطبون في أول آيات الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما شاء الله. أي هؤلاء بعدما يتم لهم هذا المراد والتقوى المرجو من صيام شهر رمضان وأن يحظى السعداء منهم بليلة القدر، بعد ذلك قل ما شئت وإذا سألوك عني، سبحان الله، في كل نداء من نداءات القرآن وفي كل سؤال الله جل وعلا يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقل، ويسألونك عن الجبال فقل، ويسألونك عن ذي القرنين فقل، ويسألونك عن المحيض فقل. أما في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله أكبر. والله إن هذه الألفاظ القرآنية الجميلة الرحيمة وكأنها تضرب على وتر القلوب المؤمنة، ما شاء الله، وتقول لهم، وكأن الله يقول لنا إني قريب منكم، إني تعهدت الجواب، إني في كل شيء أوكل حبيبي ومصطفايا النبي صلى الله عليه وسلم. أما في هذا الأمر وبالتحديد طالما أنكم أجبتم دعوتي وصمتم وقمتم إيمانا واحتسابا فلكم هذه الجائزة الكبرى إن شاء الله، التي في ظاهرها وفي باطنها أيضا وكأنها جرعة طويلة المدى للشخص المؤمن أكبر من ليلة القدر، وهي إجابة الدعوة دائما وأبدا. نعم. حينما يعوض الله تبارك وتعالى عبده المؤمن لإجابة الدعوة فهذا العبد يكون من السعداء، فهذا يكون في صف المقبولين عند الله تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكأن الله يتمنى من عباده المؤمنين الذين ناداهم في آيات القرآن بهذا النداء وناداهم بهذه الفريضة، يتمنى أن يتمنوا عليه، ما شاء الله. نعم. يتمنى أن يطلبوا. نعم. يتمنى أن يسألوا، يتمنى أن يقفوا على بابه ولا يردهم قط، ولا يردهم، سبحان الله. كأن الله تبارك وتعالى يبادر بهذا اللفظ وبهذه الخاصية وبهذه الصلاحية لعباده ويقول أنا قريب منكم، أنا هنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما شاء الله. سيدنا ما شاء الله، يعني هل يعني يدرك العبد المؤمن ليلة القدر يوم في العمر، ليلة في العمر، ولا كل عام ممكن يوفق إلى إدراك هذه الليلة ويكتب له 80 سنة عبادة والعام القادم يوفق إليها؟ يعني ممكن كل سنة أدرك ليلة القدر؟ والله هناك أناس وعباد من السعداء، الله أكبر، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما شاء الله. أظن هؤلاء من الناس، وهؤلاء الصنف من الناس ومن العباد الله جل وعلا اصطفاهم واختارهم، وهم عباد الله في أرضه الذين اختصهم لقضاء حوائج الناس ولتفريج الكروبات والتيسير على المعسر وغير ذلك. فهذا أيضا من فضل الله ومن طلاقة القدرة في كل شيء، القدرة الكونية في كل شيء، ألا يبخل على عبد من عباده بهذه الصفات الربانية أن يعطيه ليلة القدر حينما تكتب له العبادة وحينما يطالب بفرائض العبادات مطالبة شرعية. نعم. وسبحان الله، من العباد من تختلف فيهم هذه الخواص، من يرزقه الله تبارك وتعالى ليلة القدر في كل عام، ومنا من يرزقه ليلة القدر مرة واحدة في حياته، ومنا من يرزقه الله جل وعلا جزءا يسيرا من ليلة القدر. وهذا الجزء والله لا يستهين به أحد مسلم، أحد مؤمن، لأنه إذا كانت هذه الدقيقة وهذه الدقيقة التي يسرها الله لك أو الثانية التي أجرى الله فيها الخير على لسانك بالدعوات المباركات، أجرى الله الخير على لسانك في ثانية أو في ثواني معدودة أو دقيقة أو دقائق معدودة،
والله إنها بمثابة عمر أجيال فنت أعمارها في الطاعات وفي العبادات وغير ذلك، ولكن لم يحظوا بالقبول. قد تكون أعمالهم خالية من المعاملة الرحيمة، من المعاملة المحمدية، الدين المعاملة، الدين النصيحة، لأن العملية لن تتوقف على العبادة فحسب، بل لابد مع العبادة ومع مظهر العبادة ومع مظهر المسلم لابد أن تكون المعاملة توحي إلى عظمة هذا الدين وإلى عظمة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وإلى عظمة القرآن. لأننا إذ لم نظهر بأفعالنا وبأعمالنا ومعاملاتنا للآخرين بالمظهر المطلوب قرآنا وسنة، والله إذن أضعنا القرآن والسنة. نعم سيدي. ولكن إذا ظهرنا بأعمالنا وتعاملنا مع الآخرين أيا كانوا بمظهر القرآن والسنة، وتعاملنا بمعاملات القرآن والسنة، هنا أنصفنا القرآن والسنة، أنصفناهم حقيقة. نعم. وأنصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي لا نأتي له صلى الله عليه وسلم عند الشفاعة العظمى ونقول له عذرا يا رسول الله، عذرا فقد قصرنا بعدك. ولكن يجب أن تكون الصورة غير ذلك، أن تكون الصورة حينما نلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ينادي علينا بين رؤوس الخلائق، هلموا إلي يا أحبتي، هلموا إلي. وحينما يشفع ويقول أنا لها، نكون أيضا ممن فاز بالشفاعة العظمى. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الشفاعة. اللهم أمين. نعمة عظيمة أن يدرك العبد ليلة القدر ويفوز بخيرها ويفوز بكل ما فيها من فضل. لما سألت ستنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ سبحان الله، يعني كل من يستمع إلى أول هذا السؤال من ستنا عائشة يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيبلغ مثلا صفحات من الدعوات، أو يعني ورق بقى مليان فلوسكاب، ورق A4 و3 مليان دعوات في هذه الليلة. ولكن تتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هناك سر سيدنا، يعني 7 كلمات في دعاء في كل الليلة. فإيه معنى بقى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؟ تفضل سيدنا. سبحان الله، مع أن المسلم يطمع في أكثر من ذلك في الظاهر. نعم. يطمع أن يبسط الله له الرزق وأن يطيل له العمر وأن أشياء كثيرة. لو الإنسان المسلم حاول أن يكتبها هذه الدعوات لأعدها في سنين، ولردد لسانه بها أيضا في سنوات طويلة. ولكن أيضا أعود بك أخي الشيخ سيد إلى مضمون الدين المعاملة. نعم. ومعنى هذا المضمون الدين المعاملة، المعاملة في الصفح، المعاملة في العفو. وإلا لما كان الدعاء الذي علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ضع مئات الخطوط تحت تحب العفو. الله أكبر. تحب العفو يندرج تحتها المصالحات الحقيقية، أن نصطلح مع الله صلحا حقيقيا. والتطبيق العملي أيضا بعد ذلك أن نصطلح مع الناس. نعم ما شاء الله. وأي الناس؟ أقرب ما يكون للناس هم ذوي الأرحام، وهم الذين في حاجة ماسة في هذا المجتمع ولهذا الدين أيضا ولخدمة هذا الدين، أن نصطلح معهم، نعفو عنهم. إذا بادرونا أيضا بسيئات، إذا بادرونا بتجاوزات، نعفو عنهم. لأن من طلاقة القدرة ومن إرادة الله جل وعلا أنه هو المريد، يريد العفو
سبحانه وتعالى، وأنه هو المحب أيضا الذي ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله. طالما أنه يحب العبد أيضا يحب العفو، طالما أنه يحب العفو فتقرب إلى الله دائما وأبدا بالعفو. اصطلح مع الله جل وعلا، ثم اصطلح مع ذوي أرحامك، اصطلح مع الجيران. الجار قد يكون مسلم عاصي، قد يكون على غير ملتك وعلى غير دينك، ولكن لما يلاحظ فيك المنهج القرآني ومنهج السنة ومنهج المصالحة الحقيقية ومنهج العفو، والله إنه لا يراجع نفسه كثيرا. ما شاء الله. العاصي يراجع نفسه كثيرا، الذي خالفك في دينك أيضا يراجع نفسك، يراجع نفسه كثيرا. والله إذ لم يدخل في دينك يحترمك ويحترم كلمتك ويقبل نصيحتك في أمور الحياة. نعم. وهذا خير كثير وثواب جزيل. يعني سبحان الله، حديث اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، معناها وكأن الله يقول لنا يا من تبتغون ليلة القدر، يا من تبتغون الوقوف على بابي وإجابة الدعوة، أجيبوا لي أمري، أنا أريد منكم العفو، أنا أريد منكم الصفح، أنا أريد منكم المغفرة كما أنتم تريدون مني الصفح، كما أنتم تريدون مني المغفرة وغفران الذنوب والتقرب إلي. تقربوا إلي أيضا بهذه المنة اللطيفة وهي العفو على ذوي أرحامكم. وإلا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن قضعوك صلهم، ويؤكد فإن قضعوك صلهم، فإن قضعوك صلهم. وأيضا حينما يقول ليس الواصل كالمكافئ، المكافئ أنت أخي نزلنا من بطن واحدة، أو ابن عمي أو ابن عمتي أو خالتي أو غير ذلك، ولكن بيننا أمور صغائر وضعت بيننا حدود ووضعت بيننا شقاق وغير ذلك. أقول في نفسي والله إن بدأني بالتهنئة رديت عليه التهنئة وإن قطعني قطعته، وإن قطعني وإن لم يبدأني بتهنئة فلا تهنئة له عندي. هنا معنى بقى ليس الواصل بالمكافئ، هذا هو المكافئ. نعم. المكافئ الذي يكافئ بحسنة ذوي أرحامي بحسنة مثلها. نعم. وسبحان الله لو نظرت إلى هذا المضمون وإلى هذا المنهج والمكيال لتلاحظ أنه ينطبق على باقي الناس من غير ذوي الأرحام، ينطبق على الجار، وينطبق على الزميل في العمل، وقد ينطبق على من خالفك في دينك حينما يبدأك أيضا بتحية من الواجب عليك أيضا، لأن قرآنك يأمرك برد التحية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن مع ذوي الأرحام يحتاج الأمر إلى درجة أعلى، درجة أقيم، وهي الوصال. ليس الواصل كالمكافئ، الوصال هو أن تبدأ، وحتى إن وجدت صدودا إن وجدت شقاقا فواصل، فإن قطعوك صلهم إن شاء الله، فإن قطعوك صلهم واصبر على هذا الأذى واصبر على جرح المشاعر، لأن كل ذلك الله جل وعلا يعوضك فيه خيرا. نعم. وهذا هو من باب العفو ومن باب الحب لله وحب العبد وحب الله جل وعلا لعبده، وهذا مضمون من بعض حديث اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نسأل الله أن يعفو عنا. السلام عليك، يعني أمتعتنا، الله يبارك. الوقت داهمنا، والآن يعني هننتقل إن شاء الله لفقرة أخرى بعد ما نخرج فاصل. معنا لقاء مع بعض الشباب، حوار جميل ممتع، تابعونا إن شاء الله. هنخرج إلى فاصل قصير ونعود إليكم أحبة الله، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أطال في أعمارنا حتى بلغنا رمضان، وأدام علينا نعمة الصحة والعافية لنكون من أهل الصيام. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. أسعد بصحبتكم كما أسعد بصحبة
اللي معايا النهارده في الاستوديو. معانا النهارده في هذا اللقاء الطيب المبارك حوار مع الشباب فضيلة الشيخ محمد عيسى من علماء الأوقاف. مرحبا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك سيدنا. سعدنا بلقائك. ربنا يبارك وشرفنا بتشريفك هنا في هذا اليوم. الله يبارك لك ربنا. كذلك معانا نماذج طيبة من الشباب الطيب. معانا عبد الله. السلام عليكم عبد الله. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. شرفتين. الله يخليك. كذلك معانا في هذا اللقاء حمدي. أهلا وسهلا حمدي. أهلا. يا مرحبا. معانا كذلك عبد العزيز. أهلا وسهلا عبد العزيز. عبد العزيز ولا زيزو؟ هو عبد العزيز وزيزو. والله لسه شو زيزو. سيدنا ينفع اقول عبد العزيز يا زيزو؟ يعني هو عندنا من اسماء الله الحسنى. نعم. بس نمشيها شويه. هنمشيها. ان انا بدلعه هو. يعني بدلع عبد. ده. مش بدلع اسم الله، انا بدلع زيزو اللي هو الشخص اللي قدامي. طيب نتعرف بيكوا الاول كده. نتعرف بيك عبد الله، اتفضل عرفنا بنفسك. عبد الله ممدوح. عبد الله ممدوح. نعم اهلا وسهلا. خلصت ثالثه ثانوي وطلع ان شاء الله جامعه. ما شاء الله انتهيت من الثانويه العامه ان شاء الله الحمد لله. طب قرب الميكروفون عشان نسمعك كده. الحمد لله. ايه اخبار الامتحانات؟ حلو. حلوه يعني. وراها كلام كثير حلو. الحمد لله. طيب اسال الله ان يوفقك ويجعلك من الناجحين. امين يا رب. حمدي اتفضل يا حمدي. حمدي محمود برضه طلع اولى كليه ان شاء الله. ثانويه عامه؟ برضه. ما شاء الله. جميل الحمد جدا الله. طيب عبد العزيز زيزو. عبد العزيز اسامه طالع برضه اولى جامعه. اولى جامعه ان شاء الله. انتوا متفقين مع بعض بقى؟ ثانويه عامه انتوا صحاب اصلا ولا ايه؟ ما شاء الله اهلا وسهلا. قولوا لي بقى كده رمضان، عارفين رمضان؟ عارفين. اللي هو ثلاث ايام ويمشي ده. طيب رمضان زمان ورمضان الان. زمان يعني ايه؟ مش زمان من سنة 60 ولا سنة 50، لا زمان بتاعك انت. لما اقول زمان يعني نقصد جيلي انا. ابتدائية بقى واول اعدادية. طعم رمضان، عبد الله هيتكلم بقى. طعم رمضان زمان وشكله كان زي دلوقتي ولا الاثنين مختلفين عن بعض؟ اكيد هيختلف، اكيد. عشان الواحد كل ما يكبر المتعة بتقل. كل ما يكبر المتعة بتقل. ده كلام جديد قوي وعجيب. ده اللي انا حاسه. تمام. يعني دلوقتي انت حسيت بالمتعه اقل؟ طبعا. زمان يمكن الطقوس بتاعت رمضان ومراسم رمضان بتاعت زمان كان فيه اهتمام بالشهر، هي اللي قلت اكيد. لذلك اللي كان بتلاقيه في الشارع في البيت هو دلوقتي مش موجود، ففرحه رمضان قلت شويه. ده اللي تقصده يعني؟ اكيد طبعا. مش كده؟ طبعا. طيب وحمدي ليه ما يكونش زمان دلوقتي؟ لا اكيد زمان. ايوه سيدنا. ليه ما يكونش دلع الطفوله او دلع الصبا هو اللي بيقل؟ صحيح. أيوة. الواحد لما بيكبر الدلع بيقل شويه. لكن فعلا حقيقه المتعه بتزيد، لان الانسان بيكتسب مهارات وبيكتسب ثقافات اكبر واعلى من الاول. طبعا طبعا. اتفضل يا حمدي، يمكن حمدي عنده راي اخر. اكيد طبعا. زمان زمان اطعم. اطعم في شكله. أيوة. اطعم في تمام. عبد العزيز عندك حاجة تضيفها؟ أكيد زمان أحسن طبعًا، يعني جو مسحراتي والزينة في الشوارع واللمة والعيلة وكده أحسن. يعني دلوقتي فين وفين لما نلاقي عيلة مثلًا متجمعة وفطار كده. جميل. طب إحنا كده نقدر نعدد مع بعض إيه بقى اللي كان حلو زمان ومش موجود دلوقتي؟ عبد العزيز قال إيه؟ إدي لعبد الله. عبد العزيز قال المسحراتي. كان يعدي قدام البيت وتنزل له جنيه. ايام كان في جنيه؟ الجنيه رضي الله عنه. لا جنيه زمان غير دلوقتي خالص. ايوه الجنيه رحمه الله عليه. الله يرحمه والله كان كويس. المسحراتي كان يعدي وتنزل له جنيه يقعد ينزلك بقى بالاسم والاسره كلها بالاسم. دلوقتي في مسحراتي؟ في طبعا، بس مش زي الاول. يعني بياخد فتره مقبله ما يجي كده، كمان ما بيسمعش اي اسم، هو اسم واحد بس ويروح ماشي. ده احمد بيقول لي في الميكروفون، بيقول لي كان زمان ينادي الطفل يقول له يا دكتور يا باشمهندس فلان. بص ويسمع بقى الطفل الكلام ده يبقى في غايه السعاده ما شاء الله. ايه تاني يا حمدي من مراسم رمضان اللي قل دلوقتي مش موجود زي ايه؟ اكيد طبعا برضه المسحرات ما كانتش موجوده. المسحرات ما كانش موجود. مدفع الافطار. ايه رايك؟ كان في بقى قران بيتلى بنسمعه في الاذاعه المصريه، ده معروف في شهر رمضان قبل المغرب. صوت مين؟ مين يقول لي؟ يفتكر بخشبنج.
ده بيقول تواشيح ولا اناشيد، لكن الشيخ محمد رفعت رحمه الله من قراء القدامى المصريين الأساتذة في قراءة القرآن رحمه الله. عبد العزيز ايه تاني؟ يعني هو زمان كان في مودة ورحمة بين الناس، يعني العنف يعني دلوقتي ممكن تمشي في الشارع تلاقي مشاكل كتير بين الناس، يعني مش حاسين لهم في رمضان وجو رمضان وكده. جميل. المفروض الإنسان هو صايم يبقى عنده مودة ورحمة. إذا يعني سيدنا يقصد بقى عبد العزيز حرمة الشهر. أه بالظبط. حرمة الشهر. كان الأول في حرمة للشهر. تمام. مصداق لحديث النبي. كان في احترام. وتوقير. نعم. فإن ساده أحد حديث النبي. أه بالظبط. فليقل إني صائم. طيب أنتوا نسيتوا الزينة ولا إيه؟ شايفكم محدش قال الزينة. فاكرين الزينة والنور واللم من البيت 5 جنيه وجنيه لحد دلوقتي بتعمل لحد دلوقتي بتعملها بكام بقى دلوقتي الزينه؟ 10 على حسب اي حد يدفع ما شاء الله 10 15 بس مش عاوزينها كهرباء عشان رشد الاستهلاك. يا سلام زينه بس. سيدنا طبعا يعني لازم ينبهك على المسائل الشرعيه في الامر. طبعا. والله يا شباب انا عندي مساله يعني عايز اتكلم معاكم فيها. المساله دي يعني ابتلي بيها شباب الامه ابتلاء عظيم. يعني الواحد لا يكاد يمشي في الشارع الا ويجد صغار ابتلوا بهذا الابتلاء، الا وهو التدخين، السجاير. التدخين من العادات السيئه ومن المشروبات المحرمه شرعا في الاسلام. والتدخين بيسبب كوارث صحيه اقتصاديه طبيه، بل ان كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن الطعام والشراب يمثل وجه الإنفاق الأول للأسر المصرية. دي مصيبة. بل إن التدخين الإنفاق فيه يتجاوز الإنفاق على التعليم، على الرياضة، على الثقافة. تخيل. بل إن الإحصائيات بتقول إن بتحتل مصر المرتبة الأولى في شرب السجاير. دي مصيبة. أنا تعجبت لما قرأت الكلام ده في هيئة الإحصاء إن مصر بتحتل المرتبة الأولى في الإنفاق على التدخين، بل إن الدولة بتنفق أكثر من 500 مليون دولار لعلاج المدخنين. تخيل، شوف الدولة بتتحمل أعباء قد إيه. المصيبة بقى إن أنا دلوقتي لما ألاقي شباب في سن الجامعة، في سن الإعدادي، في سن الابتدائي او اخر ابتدائيه ممكن يبقى ماسك سيجاره. بصراحه بقى كده نتكلم بصراحه، عبد الله بتشرب سجاير؟ لا طبعا. لا طبعا، ده انت بتتكلم بثقه قوي يعني. لثلاث حاجات. ايوه. للصحه، صحتي انا. ما شاء الله. وتوفير اللي جيبي برضك عشان في حاجه تقبض. تالت حاجه عشان الوجع. يعني سنان وش بيتغير اكيد لما بشرب سجاير. نعم. فاكيد ده لا يعني تلقي كده وشك يسود من هنا وتلقي حاجات طبعا غريبه وفي ايديك. انت فاهم الكلام ده عبد الله؟ اكيد طبعا فاهم الكلام ده. ما شاء الله. يبقى اكيد حمدي بيشرب سجاير، شكله كده كأنه وشه جميل يعني مفيش حاجه. اكيد طبعا. لا مش مدخن. برضه الثلاث حاجات برضه اكيد طبعا، حرمانيتها في الدين، وان هي بتسبب اتعاب ماديه واتعاب نفسيه واتعاب صحيه. اتعاب ماديه في الفلوس اللي بتنفقها فيها، وأتعب نفسية إن أنت بتلاقي نفسك على طول مكتئب، وأتعب صحية غير إن هي بتسبب سرطان الرئة والأتعاب النفسية. هو أنت أكيد لما تاخد فلوس من الوالد عشان تصرف على التعليم وتشتري أكل وسندوتشات في الجامعة في المدرسة، مش هتشتري الأكل وتاخدها تعمل بيها تجيب بيها سجاير. أيوه. جميل. عبد العزيز بقى شكلك كده أنت اللي بيدخن ولا إيه فيهم؟ لا طبعا ما بدخنش خالص. خالص؟ لا خالص. الحمد لله. جميل. طيب ايه السبب بقى انت ما بتدخنش ليه؟ نفس الثلاث اسباب يعني، هو التدخين مضر اللي هو الصحه والماديات وكده. نعم نعم. طيب نسمع بقى سيدنا فضيله الشيخ محمد، هل التدخين حرام؟ طبعا حرام. نعم. واللي زوج فيه يعني يتحمل مسؤوليته. نعم. يعني هو قياسا لو خدنا من باب مصادر التشريع، ان مصادر التشريع خمس: القرآن والسنة والقياس والإجماع والاجتهاد.
الله. نعم. القياس لما تنظر إلى الأشياء التي حرمها القرآن غالبا لأنها تجلب الضرر على الإنسان، فلذلك حرمها القرآن، وأي شيء يقاس ويجلب ضررا على الإنسان فهو عليه حرام. نعم. والتدخين على بهذه الصورة ثبت ضرره بالفعل من كل التقارير الطبية، الكل أثبت هذا الضرر بالفعل، ليس للمدخن فحسب بل حتى الذي يستنشق هذه الأدخنة يضر فعلا بالفعل ويصاب بأمراض شديدة. نعم. وخاصة الجالس جنب المدخن، الجالس يتأذى أكثر. نعم. فطالما أن الصورة كذا، الصورة بهذه الكيفية فهو حرام. نعم. نعم. قياسا على العلة. نعم. طيب شباب، يعني عايزين نقول في اللقاء بقى الجميل دوت، بعد ما عرفنا حكم الدين في مسألة التدخين، وأنا سعيد جدا أن أنتوا فعلا مش مدخن ومش نفسك تدخن، يعني في واحد ما بيدخنش بس نفسه يشرب سجاير، بيظن أن السجارة دي بتخليه راجل مثلا، أو من علامات الرجولة التدخين، دي برضو مفاهيم. عايز أقول أن احنا دلوقتي يعني على الهوى وبنتكلم في برنامج وفي قناة زي دي، عايزين نخاطب المسؤولين أن احنا ازاي نقلل نسبة التدخين في مصر. خلي بالك أن المعدلات التدخين في الدول الغربية بتقل وفي الدول العربية بتزيد، دي مصيبة، بل أن الإحصائية بتقول أن نصف المدخنين بيموتوا، نصف المدخنين، ده رقم مهول. فعايزين كده كل واحد فيكم كده يقول من اول عبد الله اقتراحات في دماغك ايه. انا جمعت شويه حاجات كده برضو هنقولها واضيف لكم وانت هتضيف ليها، ولعل كلامنا ده يوصل للمسؤولين ويعملوا بيه. طبعا اكيد كل مسؤول في البلد يهمه ان الحد من التدخين يقل، للدوله بتنفق استيراد وبتنفق علاج. اتفضل عبد الله قول لي بقى كده ايه اقتراحاتك ان احنا ازاي نحارب التدخين، نقفل مقلل التدخين، نقفل المصانع قفل المصانع دي مره واحده كده ما تنفعش، او الضرايب، لان الضرايب تبقى عاليه، في عرض وطلب لازم يبقى فيه، او نخلي الضرايب عاليه عليها وتضطر اللي هي تقفل. هذا اقتراح ان مصانع اللي بتنتج السجاير نطالب المسؤولين ان هم يزيدوا عليهم الضرايب. جميل جدا. ايه تاني؟ ونقل من الاستيراد او نمنع الاستيراد خالص ونخلي عليه ضرائب برضو. جميل. ده يمنع اصلا دخول السجاير اصلا. جميل. قول لي يا حمدي اقتراحاتك انت. نبدا بمعالجه الناس المدخنين برضو اللي هي في الدوله، نبدا بمعالجتهم ونقلل الاستيراد. لا عايزين بس النقطه الاولى رائعه جدا. ان المدخن نعرض عليهم العلاج. ايوه فعلا، لو كل ده اقتراح رائع ان نعمل حمله علاج المدخنين. هو المدخن ده مريض ابتلي بالادمان، نسبه النيكوتين اللي بتمشي سيدنا في الدم خلاص هو خد عليه. فاحنا لما نبدا نقول عندنا مركز لعلاج المدخنين، مركز لعلاج المدخنين، والدوله مشكوره ممكن تنفق عليه تدعمه ماديا، تخلي الموضوع بثمن يعني زهيد، رائع جدا. ايه تاني يا حمدي؟ ما شاء الله. ويقللوا برضه من الاستيراد اللي دخل الدوله منه، استيراد المواد الخام. جميل. يعلو برضو الضرايب زي ما عبد الله قال. جميل. قول لي عبد العزيز اقتراح من عندك كده. اقول اقتراح يعني برامج تبقى اللي هي البرامج اللي بتيجي على القنوات اللي هو تعال يعني تنسح اللي هم الناس اللي هم ما يدخنوش وكده، وايه ده اضرار التدخين وفوائده وكده. وطبعا زي ما قالوا ممتاز. يبقى عبد العزيز قال حاجه مفيده جدا، حمله توعيه اعلاميه. لو كل ما بين يعني يلزموا القنوات ما بين البرنامج والبرنامج نعمل فقرة التوعية، من ضمن الدعايات اللي بتتعمل، مش عارف بيعملوا دعايات عن ايه وايه وايه وكلام فاضي. فممكن الدولة تلزمهم بعمل مخاطر واضرار التدخين. فكرة رائعة جدا، طبعا من خلال الاعلام، من خلال الصحف، من خلال المجلات، المطويات، الاعلانات اللي موجودة تبقى في كل مكان. ممتاز عبد العزيز. ايه تاني؟ وتقليل نسبة استيراد السجاير وزيادة الضرائب على المصانع. جميل جدا. جميل جدا. سيدنا قول لي اقتراحات كده فضلتك يعني. هو افضل اقتراح اقتراح الاستاذ عبد الله. انه تكثيف الحملات الاعلاميه. عبد العزيز بقى. عبد العزيز. تكثيف الحملات الاعلاميه. جميل. في كل المجالات، قنوات فضائيه، في تربيه وتعليم، في ازهر، في اوقاف، في كل شيء.
لأن للأسف يعتبر الإعلام مقصر جدا في أمر التدخين. جدا أحسنت. نعم. يعني كمنهج مثلا القنوات الفضائية، إلزم كل قناة زي ما قلت حضرتك إن تعمل برامج للتوعية المدخنين وسلبيات التدخين والأمور اللي دي كلها، إنه ليها مدة زمنية محددة، وليها كل زي ما أنت بتعرض لي إعلانات بتاعت شركات وبتاعت رجال أعمال وغيره وغيره، تلزم إلزاما بعرض المادة الإعلامية اللي هي توضح خطورة التدخين وتوضح السلبيات بتاعت المدخنين في المجتمع وبيضروا مين. أحسنت يا شيخنا. يعني فعلا من ضمن المؤثرات السلبية في الإعلام إن يجيب لك فيلم والبطل بتاع الفيلم دوت ماسك سيجارة وبيشربها بطريقة معينة ويجيب الكاميرا مش عارف إيه والدخان طالع ونوع معين، يخلي الشباب يتفرجوا على البطل ده يقلده، فيمنع فعلا من الإعلام المظاهر السيئة اللي بترغب الشباب في حب المنكر دوت. وعندك نقطة تانية، تكثيف الحملات على إن تعمل مخالفات على المدخنين في الأماكن العامة. أيوة دي مهمة. في الأماكن اللي هي أساسا بتعالج المرضى زي المستشفيات. نعم. والله عيب كبير وعار كبير إنك تلاقي في مستشفيات في مصر للأسف في أطباء بيدخنوا. وإن لم يكن أطباء الزوار للمرضى في الطرقة في الأمور اللي زي دي لازم مصيبة. يكون في مخالفات رادعة جدا. إزاي الطبيب يدخن؟ مصيبة من المصائب. ده البعض بيعتبره قدوة. أنت لما تقول التدخين حرام شرعا يقول لك طب ما هو الدكتور نفسه اللي بيقول لك المرض ومش المرض وقنن المرض وثبت الأمور دي هو بيدخن. يا سيدي مش قياس على كده. أنا مش ما قيسش نفسي على واحد عصى أو واحد ضل أو واحد عمل سلبية من السلبيات، لكن المقصود تكثيف علاج المخالفات بالطريقة دي وإصدار قوانين رادعة. إيه أنت تقول تعال لي مثلا عفوا التدخين ممنوع التدخين كذا، لما تجيني في وسائل المواصلات في القطارات طب أنت منعت ده كله، تيجي ما بين العربيات تسمح بالتدخين ليه؟ هو ده مش حفاظا على أمن القطار نفسه، حفاظا على وسيلة المواصلات نفسها؟ كم من حوادث يتضح انه وراها مثلا السيارة عقد السيارة، كم من حرائق في المزارع والامور اللي انت بتشوفها في الزراعات وده وراها عقد السيارة، الاوتوبيس في العربية الصغيرة السوزوكي لما السواق نفسه يكون بيدخن ولما تطلب منه انت كراكب انا بتعب من ريحة التدخين يعني للأسف هو ما لقيش اللي يثقفه السواق، ما لقيش مادة إعلامية تثقفه، ما لقيش حد ينصحه، فلذلك لا يبالي بالأمر. أحسنت. طيب أنت كجهاز زي ما أنك أنت بتبتكر رصد السرعة الفائقة على جهاز الرادار، ابتكر المدخن القائد السيارة اللي هو بيدخن وهو ماشي، ابتكر له حاجة منظومة كده من داخل الجهاز بتاع الرادار نفسها تثبت عليه المخالفة دي، مجرد ما أنه يركب الشارع. الشارع ده ملك للجميع مش ليك أنت بس أو ليك أنت قائد، حتى لو كنت لوحدك في سيارتك ما تدخنش. نعم. لأن حاجة زي ما إن المكالمة بتاعت الهاتف بتشغيلك عن الطريق أيضا السيارة تشغيلك عن الطريق. أحسنت جدا. لازم تكثيف المخالفات بالطريقة. نعم. دي. نعم. القوانين الرادعة. نحن للأسف النفس البشرية دائما وأبدا كلما رأت زجرا وكلما رأت قوانينا وضعية رادعة تستجيب، أما إذا رأت ثقافة بدون ردع أو توجيه أيضا بدون ردع الكثير لا يستجيب. أحسنت. كمان في مصيبة كبرى إن المربي يبقى مدخن. يعني عشان ما بقاش رجم بالغيب، شباب كانوا في ثانوي عامة في السنة اللي فاتت، هو سؤال ليكم كلكم أنتوا شباب، حد من المدرسين بتوعكم كان بيدخن؟ أنت شفته بيدخن في الفصل في حوش المدرسة في الحرم المدرسي؟ أكيد طبعا. أكيد كتير صح يا حمدي؟ للأسف. المدرسين بيدخنوا. كتير. عبد العزيز هو تقريبا يعني مش كلهم تقريبا، دي مصيبة في الدروس وفي يعني كده. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فكيف المربي يشرب السجاير؟ طب أنت مبتلى بهذه المعصية خبي نفسك، لكن أنت إزاي تشرب قدام أولادك؟ ما هو دول أولاده. فإذا القدوة، إحنا افتقدنا القدوة. فسيدنا يعني أنا أقول برضو أطالب المسؤولين بتجديد الأنظمة أو العقوبات الرادعة للمدرس لما يدخن في الفصل.
ده المفروض نعمل له تحليل كل 6 شهور او كل 3 شهور. لو ثبت ان المدرس او الطبيب او الداعيه انه مدخن ما يصلحش للوظيفه اللي هو فيه. مصيبة. دي وظائف من اسمى الوظائف. نعم. هي الوظائف اللي بتعيد تاهيل التربيه البشريه. لكن لما الدكتور يدخن، المدرس يدخن، الداعيه يدخن، يبقى العوام هينتظروا ايه منينا؟ نعم. مصيبه المصائب. لازم المفروض ايضا الدوله تقنن لوائح وليكن تحليلا مستمرا لهذه الامور لاصحاب هذه الوظائف وغيرها ايضا. بس ولكن المفروض والمطلوب ان تبدا بهؤلاء، ان هؤلاء هم القدوه. حينما يرى هذا الوالد في البيت هو المدرس، هو الطبيب، هو الداعيه، الوالد في البيت، لان كل اصحاب الوظائف وكل الاجهزه الاداريه خرجت من بيوت، خرجت من اسر، تربت في بيوت وتربت على يد اسر. اذا المفروض ان الدوله اذا ارادت جيلا نشيطا، جيلا معافى من كل الامراض، فلتبادر بهذه المبادرات. احسنت. المصيبه شيخنا بقى يعني شباب، إن لما اشوف يعني واحد في ثانوي او اعدادي او اخر ابتدائي ماسك سيجاره وبيشربها، او مستخبي في شارع كده هو وصاحبه وماشرين بيشربوا سجاير، فين دور المجتمع؟ طبعا هو هربان من البيت، من وراء ابوه، من وراء ابيه او من وراء امي، خد مصروفه ونزل يجيب شوكولاته راح اشترى بيها سجاره. دي مصيبه. فهل لنا ان احنا نطالب المسؤولين بوضع قوانين تمنع تدخين الصغار في الطريق العام؟ دي مساله مهمه جدا. لو حطينا قانون مثلا قلنا اقل من 20 سنه مثلا، تخيل ده بيدمر قلبه وهو لسه صغير، هو مش فاهم ده اللي بيحصل فعلا. وبعدين لما اجي اقول اقل من 20 سنه، لو اتمسك غرامه عن ولي الامر مثلا 1000 جنيه 500 جنيه ويحذر ولي الامر ويتم ابلاغ ولي الامر في الحال، يعني نحتجزه في مكان ويبلغ ولي الامر ويدفع غرامه، تاكد ان هيبقى في حاجات رادعه هتمنع الـ 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 الظاهره السيئه في مجتمعنا. ولذلك سيدنا في المساله دي هو عين الصواب. نعم. انا كمسؤول في المجتمع، كلنا مسؤولون في هذا المجتمع، كل واحد فينا طالما انه نزل في الشارع فهو مسؤول على هذا الشارع ومسؤول لسلامه وامن هذا الشارع. كل اللي طلع من بيته فهو مسؤول. يعني انا كرجل تاجر في سوبر ماركت، في مول، في اي حاجه زي كده، المفروض من الواجب علي تجاه ديني وتجاه وطني ان علبه السجاير دي بالذات ما بيعاش الولد اللي هو تحت ال20 اطلاقا، ما بيعاش لي، ما اديهالوش لي خالص. حلوه دي برضو، حظر بيع السجاير الا لسن معين. ممتاز. ما هو المفروض يعني انا كاعلام اوجه للنقطه دي، اوجه اصحاب المحلات، اوجه اصحاب الاماكن اللي بتتباع فيها السجاير، منافذ البيع، الامور زي كده. من ضمن المادة الإعلامية اللي أضعها في محاربة التدخين إنك أنت كصاحب منفذ بيع للسجائر ما تبيعش للي هو أقل من 20 سنة، لأنه ممكن ابنك نفسه هو يروح يشتري من غيرك. ما أنت تضمن، ما أنت طالما بعت لابني أنا هبيع لابنك. قضية خلصانة. كما تدين تدان. بالضبط. لكن لازم يكون في تكاتف، لازم يكون في انتماء لدينك اللي قال لك إن التدخين حرام، انتماء لوطنك اللي هو عاوز يحفظ ثروة الشباب، عاوز يحفظ الثروة البشرية عموما. لازم يكون الانتماء انتماء حقيقي، مش انتماء كلمات مبعثرة تقال في المحافل وغير ذلك. هو شيء مخزي ان تبقى مصر اكثر دول العالم انفاقا في التدخين. دي مسألة في غاية الخطورة. والله منتهى الخجل. نعم. يعني يا حبذا كمان يا سيدنا لو قلنا يا شباب ان السجاير لا تباع الا في اماكن محدوده، يعني لا يسمح مثلا للسوبر ماركت انه يبيع، اماكن الاكل والشرب ما ينفعش، مش عارف كذا، فنحدد مكان ده بيع سجاير بس، واللي عايز يشتري يروح مسافه طويله ويدور على المكان. اصل احنا عايزين نقلل، نغلي اسعارها، نطالب بغلاء اسعار. هي مثلا لو انا ما اعرفش هي بكام، ب 10 جنيه نخليها ب 20، لو ب 20 تبقى ب 50، لو بكذا تبقى بكذا، بحيث ان احنا عايزين
نقلل التدخين في بلادنا، ولا رايك شباب ولا الكلام ده مش رايك عبد العزيز؟ اه حضرتك طبعا الكلام ده مظبوط. تمام يعني انت موافقنا؟ تمام. طيب لو قلنا لا يسمح للتدخين لاقل من 20، ولو انت شفت واحد في الشارع ماشي اقل من 20 تتعامل معاه، هتتعامل معاه؟ اه طبعا هتعامل معاه. اول حاجه اللي هو انصحه يعني اكلمه وانصحه اللي ده غلط اللي هو بيعمله كده، ولو يعني لو شفته تاني هقول له بقى الجهات الامنيه يتصرف معاه. خلي بالك سيدنا، انا اتوقع ان في قوانين طلعت في المجال دوت ولكنها لم تفعل فعلا على ارض الواقع. هو للاسف كل يوم المسؤول بيبتكر قوانين، لكن العيب الكبير انها لا تفعل. نعم مفيش تفعيل ليها خالص. واعود بك لنقطه الاماكن اللي هي اصحابها ما تعودوش على ان يبيعوا السجاير، احتراما لذاتهم، احتراما للمجتمع، احتراما لدينهم، احتراما لوطنهم. والله اعرف ناس كثير بهذا الوضع، اصحاب محلات والله وانظر اليهم ان البركه ترفرف عليهم من كل ناحيه. نعم سبحان الله، لم يبيعوها عهدا لانفسهم انهم احترموا الفتوى الشرعيه واحترموا ايضا وطنهم. هو بيشارك في الاثم. والله سبحان الله تجد اصحاب هذه المحلات الله جل وعلا فاتح عليهم من ابواب واسعه. سبحان الله. ولكن الذي يقول لك لا انا صنفي بجيبه عشان خاطر يمشي كذا ويمشي كذا. فين بقى من ترك شيئا لله؟ عوضه الله خيرا منه. نعم نعم سيدنا. يعني نعم ما شاء الله. طيب جميل جدا. احنا بنقول يا جماعه عايزين نعدد بقى اللي احنا اتكلمنا فيه. اولا حظر تام للتدخين في الاماكن العامه. ده حقي انا ما بدخنش، ما يجيش واحد يقف جنبي يدخن. وطبعا انا لو سبت الامر بيني وبين قريني في الوطن هتبقى مشكله شخصيه. ولكن لما الدوله تطلع قانون يجرم تجريم من يدخن في الاماكن العامه يبقى فيه مخالفه. زي ما هي مفعله في المترو. في المترو مفعله جدا وفي اداره على الموضوع ده. عايزين بقى في باقي المواصلات. ليه في القطار زي ما سيدنا بيقول؟ ليه؟ ثانيا حظر الاعلانات عن التدخين. ثالثا لا يسمح للتدخين. ما هو انت اقل من 20. ارجع معاك لنقطه المترو والفرق ما بين المترو والقطار. ليه الشعب محترم المترو ما يدخنش فيه اطلاقا ومش محترم القطار وباقي المواصلات؟ عشان في المترو هيدفع. لا هو غير كده. لكن في القطار ما حدش بيكلمك. اديني خدمه تتناسب مع انسانيتي، اديك كل اللي موجود في انسانياتي. الخدمة اللي هي موجودة في مترو الأنفاق واللي تناسبت مع حضارة الشعب المصري. تلاقي سبحان الله الشعب المصري موجود في المترو تحت، الواحد فيهم لو مسح العرض بالمنديل ويحط المنديل في جو ما بيرميوش على الأرض. لو معاه يعني لب، مع أنه ده شعب أبو التسلية، ده شعب عاوز يتسلف كل لحظة. لو هو في نهار رمضان ونسي نفسه ممكن يطلع اللب ويشتغل. لكن عند المترو ليه حدود، تلاحظ كل في تحفظ كبير. لكن مجرد ما انه بيضع قدمه على اخر عتبه في سلم المترو فوق بيتحول، قول كما شئت، يتحول لاي لانسان اخر، لشخص اخر، لانه هو فعلا ما وجدش الخدمه اللي تتناسب مع انسانيته يعني. غالبا وده في حد ذاته مش جزء ولا ذريعه ان الناس ترتكب المحرمات، ترتكب الموبقات، المخالفات اللي تضر دينها وتضر وطنها. احسنت. لكن انا احاول اصبر، احاول اتفاعل مع الشيء اللي خصصه لي ولي الامر لحد ما الامور كلها تتظبط معاي. ما انت زي ما بدات بالمترو ما كانش حد يحلم ان يوصل الامر كده في مصر من عشرات السنين. ما ممكن يوصل في كل وسائل المواصلات يحصل تطور، بس مش هيحصل تطور الا لما العقول تكون في نضوج. العقول ما فيش ما يلوثها من تدخين ومخدرات وغيره وغيره. انا زي ما قلت احنا بنصرف 500,000,000 للعلاج على المدخنين، ما اولى بها دي ان نقدم خدمه للمجتمع، نطور خدمات المجتمع، نطور كل شيء في المجتمع بدل ما بنصرفه على ان نعالجهم وغير اللي بتستورده من بره والامور اللي زي دي. احسنت شيخنا ما شاء الله لا قوه الا بالله. شباب الان يعني العالم الغربي يوجه لهذه الأمة، الأمة الإسلامية، الضربات تلو الضربات لضعف هذه الأمة.
دلوقتي ما بقتش الحرب بالسلاح والنووي والكلام ده، دلوقتي بقت في حروب اخرى بديله عن الحروب بالسلاح. فمن ضمن الحروب اللي احنا بنتحارب بيها حرب التكنولوجيا المتطوره، بمعنى ان انا اديك نعمه هي في اصلها نعمه ونرميها للشباب، والشباب ياخدها بدون توعيه يبدا يستخدمها استخدام سيء. انا بتكلم طبعا عن الشبكه العنكبوتيه اللي هو الفيسبوك والواتس والفايبر واللاير والاسماء اللي انتوا عارفينها، انا مش شاطر فيها قوي، ولكن بقول انا بقول شخصيا الفيسبوك نعمه ولكن احنا اسأنا الاستخدام. بمعنى ايه؟ كوبايه الميه دي وسيله، ممكن تحط في كوبايه الميه ميه، وممكن تحط في كوبايه الميه خمره ولا لا، وهي نفس الوسيله، بس انا اللي بتحكم في اللي بيدخل جوه الوسيله. فلذلك عايز اقول بقى وجهه نظر الشباب في مساله بقى هذه الوسائل، الفيسبوك والواتس والكلام دوت. يعني هتقول انت وجهه نظرك يا عبد الله، هل الفيسبوك والوسائل دي مفيده ولا مضره؟ اتكلم بصراحه واقعي، اتفضل يا عبد الله. انا بالنسبه لي مفيده. مفيده؟ مفيده عشان بتخليني اعرف اتواصل مع اصحابي اللي انا ما بشوفهمش. في ناس من ابتدائي انا ما بشوفهمش، اتواصل عليهم من على النت او الواتس او الفيس. جميل. فده بالنسبه لي مفيد. في ناس بتستخدمه في حاجه غلط، فانا ما انا بستخدمه صح. جميل، احسن. يا ريت كل واحد ما بتكلمش بنات على الفيسبوك. لا لا، حاضر كله. هم اللي بيكلموك؟ حاضر. عامل حظر البنات؟ اكيد طبعا. ده ايه الجمال والشياكه دي؟ ما في حكومه بقى. في حكومه في البيت. جميل. سيدنا، يمكن انا نسيت في مساله، عفوا، في مساله التدخين حتى ذكرتها كويس في كلام حضرتك، اللي احنا افتقدنا برضو المربي في البيت عليه دور. بالظبط. ما يجيش الاب يبقى يقول لابنه اوعى تشرب اوعى وهو ماسك سيجاره في البيت. ازاي؟ اكبر مصيبه. مصيبه طبعا، مصيبه. والابن اذا شابه اباه فما ظلم. تاني هو طفل بيبي صغير يمسك ورقه ويقوم لففها كده بقت سيجاره، ويقعد يقلد ابوه. ابوه لو وقف يصلي هيصلي زيه، لو شرب لو مسك سواك هيجيب سواك. الطفل دايما بيقلد الاب في البيت، هو القدوه. نعم. ده ممكن يولع الشيشه كمان هو الطفل نفسه. ما لما يبقى ابوه يمسك برضه في البيت. طبعا هذه العادات يعني لابد انها تخفى من امام اعين الصبيان والاطفال. نعم. جميل عبد الله، يعني انت بالنسبه لك الفيسبوك مفيد لان انت بتحسن استخدامه. طب هو ما بيجركش كده لغلط؟ لا، انا لو عايز اجره للغلط هجر للغلط، بس انا مش عايز. يعني مثلا تلاقي جاي لك كده مش عارف مذيعه تتعدى على الضيف بالقول، فتدخل تتفرج، وفجاه اللي دخلت له مذيعه مش عارف تعمل ايه، وبعدين تدخل لحد ما تلاقي مذيعه بقى مش لابسه هدوم. يعني انت اصلا بيجرك، ما هي لذلك سميت شبكه عنكبوتيه. خطوه خطوه خطوه. ايوه بالظبط. فانت ما تجرتش للمأساة دي؟ لا، هي حصلت مره ورحت قافله على طول. احسنت، ما شاء الله. على طول. طب نشوف بقى حمدي هيقول ايه؟ اخبار الفيسبوك ايه، ومفيد ولا ضار ولا ولا ولا؟ والله شوف، هو سلاح ذو حدين، ممكن يكون نعمه ممكن يكون نقمه زي ما حضرتك قلت. جميل، سلاح ذو حدين. يعني ممكن. نعم. ممكن واحد يقعد عليه بعدد من الساعات ما يطلعش بيه ولا معلومه. ممكن واحد يقعد عليهم ويستفاد منه. ممكن واحد تاني يستخدمه استخدام سيء. فهي بتوقف على الشخص نفسه. انت عندك فيسبوك؟ اكيد. وعندك واتس والحاجات دي؟ اكيد. طب سؤال بقى، في اليوم بتقعد قد ايه على الوسائل دي؟ يعني انا دلوقتي حاليا يعني ممكن ساعتين. ساعتين في الاجازه؟ وايام الدراسه؟ ايام ثانويه؟ لا، ما كنتش بقعد عليه خالص. خالص؟ لا، ثالث ثانوي. جميل. طب في حد كان عامل لك كنترول في البيت على المساله دي؟ ولا سايبين الموضوع؟ لا لا، اكيد. انت براحتك؟ لا لا، اكيد كان في رقابه. يعني انت بتمنع من انت تقعد على الفيسبوك اثناء الدراسه؟ اكيد طبعا. والواتس والحاجات دي؟ اه. جميل، رائع. يبقى اذا البيت ليه دور، وانت اصلا عندك همه انك تستجيب للدور اللي بيوجه توجه اليه. رائع جدا. عبد العزيز، شكلك كده ليل ونهار قاعد على الفيسبوك. لا والله. طب قول لي، هو بالنسبه لك مفيد ولا مضر؟ لا، مفيد طبعا، يعني بيقرب صله القرابه اكتر،
يعني ممكن مثلا يكون قرايبنا في بلد بعيدة عننا، فأعرف أتكلم معهم على طول كده. طيب ما برضو دي مشكلة، احنا برضو هنرجع في الآخر فيها لفضيلة الشيخ، إن أنت بتكتفي دلوقتي الشباب يكتفوا أو البنات، أو إن أنا أبعت رسالة لخالي والعمي، صلة الرحم مش برسالة يا جماعة، ودي برضو الشيخ هيأصلها لنا دلوقتي. طيب إيه تاني يا عبد العزيز؟ وممكن يعني وقت الفراغ ممكن استفاد بيه. ممكن ايوه وقت الفراغ. انا عايز اقول لكم كلام مش هتصدقوه، احد الشباب الجميل المحترم اللي زيكم، وانا باكد على كلمه المحترم، بيقول لي ان هو يوميا لا يقل عن 6 ساعات على الفيسبوك والوسائل دي، ولو يوم حصل اعطال على الشبكه او هو اتشغل يبقى عامل زي المدمن بالظبط. عارف يعني زي المدمن؟ طبعا عبد الله كده بتهز دماغك فهمني. اكيد مدمن، لانه فعلا حرم من حاجه معينه جواه. ولا عبد العزيز؟ اكيد طبعا، يعني الانسان متعود على حاجه فبتبقى بالنسبه له زي الادمان كده. نعم زي الادمان. ما جربتش الادمان ده؟ لا جربت. جربت لو فيسبوك؟ جربت. يعني هو فعلا ادمان يا جماعه، دي مصيبة. سيدنا يعني حكم الدين بقى في الكلام اللي احنا بنسمعه ده عن المخاطر الفيسبوك، وأوقات تهدر، مناظر سيئة. دلوقتي سيدنا تفتح التليفون تشوف اللي بتكلمه صوت وصورة، ولو شاب بيكلم بنت هو في البيت وهي في البيت والأسرة مش موجودة، سن مراهقة، مفيش توعية شرعية، مصيبة. المصيبة لأن هي بعض الأسر فقدت حديث الصلاحية اللي أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والأم في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. نعم. لو كل واحد اعتبر الحديث ده من الشروط اللي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرة، اللي بيديروا الأسرة وأداروا الأسرة إدارة صحيحة، المجتمع ده كله حاله حينصلح. الله. هو المهندس خرج من فين؟ نعم. الدكتور خرج من فين؟ من الأسرة. من الأسرة. نعم. المعلم خرج من فين؟ خرج من أسرة. الأسرة دي لو كانت أسرة فعلا محترمة دينها، محترمة لبلدها، الأمور اللي زي كده كلها، والله العظيم استقامت أمور كتير. لكن للأسف أني في بعض الأسر لا يهمهم قيم ولا مبادئ ولا دين ولا ورع ولا بلد ولا وطن، لا يهمهم إلا جمع المال، لا يهمهم إلا المنافسة في هذه الحياة الدنيا. وسبحان الله أول من يجنوا من ثمار ما زرعوه هم يعانوا أيضا من النماذج السيئة التي خرجت من الأسر السيئة في المجتمع، يعانون من مدرس مستغل يلوي زرعهم في الدروس الخصوصية، يعانون من مهندس أيضا مستغل، من طبيب فقد الإنسانية طبيب مستغل، يعانون من أي شيء من هذه الأمور من أصحاب الوظائف. لكن سبحان الله الأسر التي ربت أولادها بنين وبنات على القيم والدين وحب الوطن وحب كل شيء فيه قيمة، هم أيضا يحصدون هذه الثمار، يحصدون هذه الثمار في المجتمع، يجدون أيضا من ربوهم في المجتمع ومن خرجوا من بيوتهم أيضا يجدون في المجتمع، يجدون المعلم الفاضل، المعلم الإنسان، الطبيب الإنسان، المهندس الإنسان، الذي لا يغش في مواد البناء، لا يغش في سكة في حديد، ولا يغش في أي شيء من هذه الأمور. وأعود بك إلى صفحة التواصل الاجتماعي. هذه الصفحة أنا بصفة شخصية أعتبرها أنها لا علاج لها، بسبب أنه من دأب على الفضيلة لا يستعمل صفحته إلا على الفضيلة. الله. ومن كان دأبه الرزيلة لا يستعمل صفحته إلا على الرزيلة. نعم. لأن هذه الصفحة بينك وبين نفسك، قد تدخل بها باسم مستعار، قد تدخل بها بأي شيء آخر لست معروفا، ولكن الذي يتحكم فيك في هذه الشخصة
هو التربية، مبدأك اللي تربيت عليه، مبدأك الذي رباه عليك، رباه الأسرة التي ربتك على هذا المجتمع. نعم. هناك والله صفحات كثيرة، صفحات لشباب مثل هؤلاء الشباب، والله تشعر وكأنها منبر للدعوة. والله أنا أستفيد من بعض صفحات الشباب الذين هم على صفحتي، والله استفادة كبرى ما شاء الله. والله أنظر إلى، أنتظر ما يكتبونه من إشعارات وما ينزل عليهم من على الصفحة، على صفحاتهم الخاصة من أمور، والله أنتظر بفارغ الصبر وأستفيد منه ما شاء الله. والله وأحيانا كثيرة أتطرق إليها في كلامي في الخطب وفي الدروس ما شاء الله. وهناك أيضا الصفحات الهابطة والصفحات التي لا معنى لها، وأصحابها لا يبالون حتى أن يحترموا عقولهم. كيف تفعل مع هؤلاء؟ لأنهم تربوا على ذلك. صفحة الفيسبوك أو التويتر أو غير ذلك هي التي تحدد شخصية من أمامي. صحيح. في هذه الأيام إذا كان الحديث يقول الدين المعاملة أيضا، فصفحة الفيسبوك هي التي تظهر معدن من أمامك. الله. لأنه سبحان الله لا ينزل إشعارات أو ما لا ينزل على صفحته إلا ما يتناسب مع شخصيته. إن كانت شخصيته فاضلة أيضا تطرق إلى الفضيلة والأشياء الفاضلة، إن كانت شخصيته إلى غير ذلك أيضا تطرق إلى غير ذلك. ونسأل الله السلامة لأولادنا. آمين سيدنا. فضلا أن يعني من ضمن المخاطر أو عيوب التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها كتليفون وكلابتوب وكتاب وتابلت والحاجات دي، وقف العقل. يعني كنا الأول قبل التليفونات المحمولة أنا كنت حافظ تليفون خالي وعمتي و تليفون البيت وتليفون الشغل وتليفون الجيران، الواحد حافظ تليفونك كام. دلوقتي ممكن اسال شاب من الشباب تليفونك كام رقمه كام، يقول لي ثواني ويفتح تليفونه عشان يديني رقمه. طب انت مش حافظ رقم تليفونك؟ لما اقول له مثلا كذا في كذا بكام، يطلع الكالكوليتر الاله الحاسبه عايز يضرب عليه، العقول وقفت. لو معهوش المحمول يقول لك لا عذرا مش هقدر احسبها لك دلوقتي لان المحمول مش معايا. طيب دي مصيبة. مصيبة. يعني الجيل الماضي يا جماعة انتوا ما شفتوش، ويمكن اكيد عندكم بقى والدك وجدك، ولما تقول له رقم بيحسبه بطريقة سريعة جدا. انا والدي كده ما شاء الله. شوف والد عبد الله كده. انا والدي كده. ونماذج كتير دلوقتي. لو سألت واحد من الشباب عن جدول الضرب اللي هو تقول له 5 في 6 بكام؟ طب استنى طلع التليفون. ايه ده اللي احنا وصلنا له؟ لذلك لعلها دعوة ان احنا نحسن استخدام الاجهزه دي. احفظ التليفون، ايه المانع؟ ده بعض الناس لولا رواتبهم اللي بيصرفوها مرتبطه بايام الشهر، والله ما يعرفوا ايام الشهر. اللي تقول له النهارده ايه في ايام ربنا ما يعرفوش خالص. الله اكبر. لان هو مرتبط بصرف الراتب. هو بس مستني يوم كذا، ده اللي بيعرفه. بالظبط. غير كده ما يعرفوش. أيوة. مصيبه. اما انا قلت بقى للناس الاشهر الهجريه هيردوا يقولوا ايه؟ قليل اللي يعرف. أنا عبد الله الأشهر الهجرية تعرفها؟ بصراحة لا. حمدي. يبقى عبد العزيز بقى أكيد. لا لكن تعرف يناير فبراير مارس إبريل مايو. لحد ما. طيب. غلبت الثقافة. الثقافة كده تغلبت. إحنا حتى لو سميناها يا جماعة من باب الثقافة زي ما فضيلة الشيخ بيقول، مش من باب إنك تدرس دين. لكن انت ازاي برضو المدرس لازم يدخل الفصل ويكتب التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميلادي على الشمال. هو ده الاصول. كان زمان بيكتبوا كده. دلوقتي هو المدرس ما يعرفش التاريخ الهجري. طب دي مصيبه. اكبر مصيبه. مصيبه. طيب شباب عايزين نلحق نستفيد بقى من وجودكم معانا وفضيله الشيخ عشان نتكلم في مسائل. انتوا بقى انتوا مقبلين ما شاء الله بدون ترتيب كده الموضوع، مقبلين على الجامعة إن شاء الله، منتظرين التنسيق، منتظرين تحديد المصير، النتيجة، المستقبل والنتيجة. عايز أقول لكل واحد كده قل لي أغرب أو أصعب موقف مر عليك في حياتك. نبدأ بعبد الله. تفضل عبد الله. هو أصعب موقف هيمر علي النتيجة. النتيجة سوية النتيجة. إن شاء الله. أنا هلعب صبوي.
ايه صبوي ده؟ ده هاجر انا وبابا في الشارع كده مرة بعض. ما شاء الله ما شاء الله. يعني انت بتقول ان هيبقى اصعب موقف هيمر عليك طبعا هو يوم النتيجة ان شاء الله. ده انت هيك من دلوقتي قلبك عمال يدق مش موجود اصلا. طيب نشوف حمدي بقى اصعب موقف مر عليك في حياتك يا حمدي. كيف برضه هيمر عليا النتيجة برضه نتيجة سواء عم. اه هو اصعب موقف اصلا على الانسان. ما شاء الله عبد العزيز. طبعا مفيش خلاف على موقف النتيجه لان انتوا متفقين بقى. لا هو ده تحديد مصير يعني نقطه تحويل الانسان حياته يعني بعد كده حياته هتبقى عامله ازاي. فهو دي اصعب موقف للانسان عامه. طب ايه رايكم هسالكم سؤال، هو انتظار النتيجه اصعب موقف في حياتي ولا ان انا ابشر في اخر حياتي انا داخل الجنه ولا داخل النار؟ الجنه طبعا. الله جميل. الجنه يعني طبعا. لذلك شوف انت الامتحان تستعد له قد ايه. فهل استعددنا للموت؟ ان شاء الله. خلي بالك الموت لن ينتظر احد، فانا اللي انتظر الموت. يمكن انا ابني في سنكم اصغر كام سنه كده سالته نفس السؤال ده، بقول له سيدنا اغرب موقف حبيبي اصعب موقف مر عليك في حياتك؟ كان هو ليه زميل في اعداديه مات، فقال لي أصعب موقف في حياتي لما صاحبي مات. ليه؟ ليه يا حبيبي؟ ما كنتش متخيل أن واحد من صحابي يموت. ولما راح يدفنوا معاه في المقابر رجع قال لي يا أبي ما لقيتش مكتوب على المقابر للكبار فقط. يا سبحان الله. فعلا بكيت، فعلا بكيت. فقلت له يعني أنت عارف يا حبيبي أن المقابر دي بتحتضن الصغير والكبير، والموت فعلا مش للكبار فقط، والمريض والمعافى. نعم سبحان الله. والموت ياتي بغتة. فلعل كده ان شاء الله يكون احنا استفدنا من هذا اللقاء يعني في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. اتوجه اشكر فضيله الشيخ محمد عيسى مسعود من علماء الازهر الشريف على تشريفه لقائي معنا. ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ. واشكر عبد الله، شكر عبد الله على لقائك وسعدنا بوجودك معنا. شكر جدا يا حمدي. بارك الله فيك يا عبد العزيز. احبتي في كل مكان، سعدنا بكم في هذا الوقت الطيب المبارك، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. نلتقي مع حضراتكم في برامج اخرى بمشيئه الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv. TV.